طيب تعالى نتفرج بقى على المكان الجميل ده وتشرح لي كده جزء جزء. وزي ما قلنا تاني كان هنا اساتذه كبار بيجوا كل اسبوع، استاذ نجيب محفوظ، استاذ طه حسين، طه حسين، العقاد، استاذ العقاد، واخرين اكيد عشان يحصل هنا. وهو بالصدفه لسه بقول نجيب محفوظ بس ده شغل الجامعه، ده الجامعه الجامعه الامريكيه الامريكيه، شغل الجامعه الامريكيه، بالظبط. شغل جميل. بص بقى ده ايه، حاجه كتب، ده كتب الجامعه الامريكيه كلها صح؟ كل الحاجات دي الجامعه الامريكيه، وكلها ترجمات استاذ نجيب نجيب محفوظ. بالظبط. اشرح لي بقى، انا خلاص كده يعني عايز منك شرح للمكان. احنا عندنا هنا تحت قسم العربي، قسم العربي هننزل بتخصصاته كلها، واحنا يعني نجحنا في اخر يعني حوالي 15 سنه اللي فاتت اللي احنا نتخصص في العربي في علم النفس، كتب تحديدا، تحديدا كتب، مقاييس، بطاريات، برامج، ده كل كان الفروع. اختيارك. كويس كويس، تخصص جميل. اي حد في العالم العربي كله محتاج كتاب في علم النفس يجي يلاقيه عندكم. بالظبط، وخصوصا ان احنا بنطلع كتب سواء للباحث، للاخصائي، لاولياء الامور، للجمهور. كويس جدا جدا جدا. الحاجات دي شغلكم؟ ده شغلنا بتوكيلات وحاجات احنا اللي عاملينها طباعتكم وكلاسيكس. برضو؟ كل ده لأي حد بيقرا كلاسيكس، بيدرس كلاسيكس، كل دي كلاسيكيات لن تجدها إلا في وسط القاهرة. بالظبط. يعني طب تعالى فادي بقى ننزل، تيجي ننزل ننزل المكان السحري. عايز أقول لكم إن سحر المكتبة هنا، أنت يمكن من كتر ما اتعودت عليه عشان يعني بقالك 40 سنة بتيجي وأنت طفل وكده، يمكن مش حاسس باللي أنا هقوله ده، ولا حاسس بيه؟ المكتبة بالحاجات القديمة بريحتها، بريحتها. لا أنا حاسس بريحتها. لا لا، كنز يعني جميل.